في إيران انتشرت صور على منصات ومواقع مختلفة عملت ضجة وطرحت أسئلة كتيرة عن حقيقتها. الصور دي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اللي بقاله مختفي عن الساحة عدة أشهر بعد ما تم منعه من السفر وتم مصادرة جواز سفره، ليظهر وتنتشر صوره في كل مكان وفي عدد من الكدمات والضربات الكبيرة على مناطق مختلفة للجيش. وبدأت التساؤلات تنتشر هنا وهناك، والإشاعات برضو عن سببها وعلاقتها باختفائه ومصادرة جوازه، والكل بيسأل سؤال واحد: ماذا جرى في الكواليس؟ تعالوا ناخد لفة على السوشيال ميديا ونشوف شوية من ردود الفعل المختلفة اللي كانت منتشرة في الساعات اللي فاتت. محمود شايف ان يعني مش كدمات، وقال هي مش كدمات انما اثار تقدم بالعمر وبتظهر على بعض المسنين والله اعلم. محفوظ طرح تساؤل وقال معقول تكون اثار عملية تجميل او البوتكس؟ كمان يزن شاف الموضوع يعني من زاوية مختلفة وقال يبدو أنها محاولة لإسكاته عن شيء كان بيخطط له.